اندلعت مظاهرات عدة في عدة مناطق مختلفة في ألمانيا تنديدا بنظام أردوغان، وحمل المتظاهرون لافتة تندد بممارسات أردوغان ونظامه ضد الأتراك ودعمه للجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة في المنطقة. كما أكد المتظاهرون رفضهم الكامل لاستهداف أردوغان للأكراد وكذلك تدخل تركيا السافر في ليبيا والعراق وسوريا، مؤكدين أن سياسات أردوغان تزعزع أمن واستقرار المنطقة.